الآن سوف ندخل إلى المنزل السفلي ديال البيت اللي قايل سقوط. شوف هذا هو المنزل اللي مهدد بالسقوط من السفلي ديالو كما كتشوفوا. يعني بيت وكأنه مهجور منذ سنين. اجي اجي دخل دخل. هناك بعض الدعات كما كتشوفوا. هذا هو المنزل. شوفوا هذا هو المنزل الآيل سقوط. يعني ممكن الإصلاح ديالو، ممكن أنه يتصلح إلى خذ الترخيص على أنه يصلح، راه غادي يصلح. يعني كيبانوا جدران صحاح، كيبان يعني البيت يعني قائم بذاته صحاح. فقط والو راه بحال أنا حضرت واحد الهضرة. شحال من عام عندها الدار؟ شحال؟ ها؟ شحال من عام؟ 90 عام. 90 عام. 90 عام كنقول لك، أنا نقول لك 90 عام. شحال شريتي الدويرة؟ شحال شريتي الدويرة هذي؟ 44 مليون. 44 مليون؟ كتشوف راه ربما رخيصة شوية. رخيصة بهذا الثمن في هذا الموقع هذا القصبة وهذا شوية. إيوا الحمد لله. علاش رخيصة؟ علاش رخيصة؟ ها؟ ما عرفناش. ها ها أجي أجي ها. ها هما الوراق، ها الوراق. لا احنا عرفتي علاش كذبناكش؟ ما كذبناكش. ماشي من ناحيه الفلوس ولا من ناحيه شي حاجه ولا لا، من ناحيه الوراثه. الوراثه سبعانين وخارجين برا. سمعتيني؟ دابا غير الوراق باش صيفطوهم ليه راه شهر وكيستنى في الوراق. سمعتيني؟ باش صاب الوريقات ديالو وحفظ وسجل وطبع وخلص القوانين ديالو وخلص كل شيء. فهمتيني؟ هذا الشيء اللي كاين. شحال فيهم الفيزيه؟ شحال فيهم الفيزيه؟ سياسي خالد، انا نقول لك السياسي اللي كاين هنا خالد، داك الشيء اللي كاين هنا هذا بيتو كوجينا. بيتو كوجينا ليه؟ انت اللي كنتي كاري هنا. دوك ثاني بيت. وانا هو الفقيه. 50 عام وانا هنا. 50 اجي صابر، حنا قلنا لك كل شيء راه الحال، راه هادو صحافه راه ما كاينش. هذا من المسيره هو هنايا. سمعتيني؟ من المسيره هو هنا. هو جا سكن حدانا هنا من المسيره. نتمناو فعلا على ان الجهات المسؤوله تعطيهم واحد الفرصه ديال الاصلاح باش حتى هذا الخطر هذا ما يبقاش. ان شاء الله. ونشوفوا ان شاء الله حله جديده لهذا السكن هذا. كما شفتوا معنا من الداخل على ان المنزل يعني جدران ليس بها اي تصدع، لكن السطح هو سبب المشكل. عندك الى ظهور جديد اخر. خرج الى اللقاء.